جديدة من برنامج أخبار صباح اليوم الجمعة 20 تشرين الأول، واليوم بحلقتنا مع الأزمات زادت ظاهرة التسول بالعاصمة واختلفت الأساليب. المؤتمر السنوي بدورته الـ11 للجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم، أكيد بالإضافة لمحطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج مثل كل نهار جمعة. أما ضيوفنا لليوم فهن البروفيسور أحمد إبراهيم رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم، ومعه بنحكي عن آخر علاجات سرطان الدم، وناصر مخول باحث بعلم الآلات الموسيقية، معه منضوي أكثر على مجسم حارس الفكر وأيضا على كتابه المهن اليدوية والصناعات الشعبية اللبنانية عبر العصور. هذا ملخص عن الحلقة. أما البداية مثل العادة اتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية. أستاذ وسام أبو خشفة معنا على الخط، مرحبا. مرحبا، كيفك أستاذ وسام؟ إيش الحال؟ الحمد لله. نحن بدنا نعرف منك كيف رح بيكون طقس الويك أند. تكرم عينك. تفضل. طقس مستقر بكفي خلال الويك أند. نعم. لا تنخفض الحرارة شيء بسيط. إذا بالتفاصيل اليوم الجمعة بيكون طقسنا صافي. عندنا انخفاض كتير بسيط ومحدود بدرجات الحرارة. نعم. بكرة قليل الغيوم. كمان عنا انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا، بتكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. أوكي. والأحد كمان إجمالا قليل الغيوم إجمالا. درجات الحرارة يعني ما في شتاء؟ لا لا ما في شتاء، الشتاء مبدئيا للأربعة بكير ما حكيش عنه. أوكي. على الساحل الحرارة تتراوح من 16 ل 32، بالجبال من 16 ل 26. نعم. بالبقاع من 12 ل 29. الرياح عم تكون جنوبية غربية، تتحول بالليل لمتقلبة، سرعتها من 10 ل 25 كيلومتر بالساعة، الانكشاع جيد، رطوبة على الساحل من 40 ل 70%، البحر هادئ، حرارة سطح المي 25 درجة، والضغط الجوي 762 مليمتر زبك. اوكي، خلاص؟ نعم. يعني من هلا للأربعة نحنا بحالة هيك. هلا ويكند حلو. نعم. ايه خلينا نطمن بالنا. العشية صارت ما حدا يفكر بالأربعة هلا. ايه طبعا العشية وكمان الصبح بكير. صحيح. اوكي. طيب استاذ بسام يعطيك العافية. ان شاء الله ويكند حلو. رح نروح على عالمي الصحف مع جوال. بونجور، صباح الخير جوال، اشتقتي لي. ميسيو. مش مبين؟ مبين انا كمان. مثل العادة جولة على الصحف الصادرة لليوم الجمعة 20 تشرين الأول. بداية مع النهار، الموازنة أقرت والوفر طار والإجراءات ترقيع، الحكم في اغتيال بشير الجميل اليوم واحتفال مسائي في ساحة ساسين. جريساتي للنهار، سأطلب أحضار حبيب الشرتوني أينما كان. بالعناوين الداخلية لليوم، نبيه بري ربع قرن رئيسا للمجلس. 300 مزرعة دواجن أقفلت أبوابها. بوتين يقترح مؤتمر شعوب سوريا لمصالحة الحكومة والمعارضة. مدريد وبرشلونة نحو صدام مباشر، إجراءات لتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا غدا. وختاما بالنهار، بروكسل تدافع عن اتفاق إيران مفتاح للأمن في أوروبا والمنطقة. من النهار إلى عناوين الحياة، بوتين يقترح مؤتمر سلام للسوريين، لافروف يتوقع انتهاء العمليات القتالية ضد داعش قريبا، واجتماعات جنيف الشهر المقبل. الجيش الأمريكي سيعمل مع شركاء محليين لمواجهتها. الحرس الثوري يتعهد تعزيز النفوذ الإقليمي لإيران. الأكراد مستعدون لحوار مع بغداد بمساعدة دولية. وختاما بالحياة، تعزيزات أمنية حول منزل علي صالح. من الحياة تابع جولتنا مع عناوين المستقبل، الحريري يعاهد الشهداء بملاحقة الجبناء لن ننسى. مجالس إدارة السبع مستشفيات حكومية وحصة النساء 30%. الملك سلمان يبحث مع العبادي تطوير العلاقات. زهر الدين قتل برصاصة أسدية في عينه. الإمارات حكومة الاستعداد للمئوية المقبلة. تابع
تابع جولتنا مع عناوين الأنوار. إقرار مشروع الموازنة ب61 نائبا ومعارضة 4 وامتناع أو غياب 60. إحياء الذكرى 5 لاستشهاد وسام الحسن. وأيضا بالأنوار ترشيح اللبناني الأصل أليكس عزار وزيرا للصحة في إدارة ترامب. قوات سوريا الديمقراطية تحتجز قادة أجانب من داعش. موافقة العبادي وكردستان على الحوار تحت سقف الدستور. وكتب لليوم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار: مخالفة دستورية مفيدة، قطع مسلسل اللاموازنات. تابع جولتنا مع عناوين اللواء: الموازنة تقر بأقل من نصف المجلس وتخلف تداعيات دستورية. تعيينات في المستشفيات الحكومية اليوم ومناقصة الكهرباء مجددا أمام مجلس الوزراء. بوتين يتخوف من تقسيم سوريا ويتهم واشنطن بزرع الفوضى. كردستان لمفاوضات برعاية دولية و100 ألف كردي يغادرون كركوك. الأحمد تبلغ موقفا روسيا داعما وأمريكا تبتز. وختاما كتبت نادين سلام ضمن افتتاحية اللواء: قطع حساب أم أنفاس؟ من اللواء إلى البلد: موازنة 2017 تبصر النور، لبنان على خط الانتظام المالي. استعدادات لتسليم الرقة إلى مجلس مدني. تابع مع ترجمة العناوين صحيفة ديلي ستار: البرلمان يقر أول موازنة منذ العام 2005. رئيس الوزراء يحيي ذكرى استشهاد الحسن. أيضا بترجمة العناوين صحيفة لوريون لوجور: ميزانية متأخرة خير من ألا تأتي أبدا. المصالحة الفلسطينية في غزة، الشباب بحاجة لأن يصدقوا. وختاما عصام زهر الدين: بطل للبعض ومجرم حرب للبعض الآخر. تابع جولتنا مع عناوين الشرق: عون يحمل هم النزوح إلى إيطاليا والكويت. الموازنة لم يكن في الإمكان أفضل مما كان. أطفال للبايع في المتن ب1600 دولار. عياش: ماذا إذا كانت أخطاء المركزي المفترضة نتيجة السياسيين؟ جعجع: عندما تموت 14 أذار يموت لبنان. أحملت الكلبة وظيفتها فأقالتها CIA. وختاما كتب عون الكعكي ضمن رأي الشرق: شعارات أكل عليها الدهر وشرب. من الشرق إلى الشرق الأوسط: نزوح كردي وباريزاني ينتقد استهداف نائبه. خادم الحرمين والعبادي يبحثان تطوير العلاقات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي. أمريكا سترسل بعثات عسكرية لاحتواء خطر إيران على حلفائها. بوتين يرسم ملامح الحل في سوريا. مؤتمر وطني لإعداد دستور بمشاركة كل المكونات وتشديد على دور السعودية ومصر. قطر تحرك 20 مليار دولار لمواجهة أعباء المقاطعة. الإمارات 4 حقائب وزارية جديدة أحداها للذكاء الاصطناعي. وختاما ربع الأوروبيين يلجؤون إلى الطب البديل. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية: موازنة 2017 إنجاز فارغ. من كواليس الهيئة العليا حول جنيف 8. تفاصيل جديدة في جريمة قتل ابنة 22 ربيعا. وختاما المركزي يطلق رزمة القروض المدعومة بصيغة جديدة. مع هالعنوان منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا، من بعد مواعيد ثقافية وفنية مع جوال. يا مارق الطواحين
الشمس وبين الفي بالرضها مضروعه رح نبدأ من هداك الزمن مع الأغاني الجميلة مع نصري شمس الدين. وببداية فقرتنا الثقافية منقول مبروك للبنان. أخيرا أبصر طابع الفنان نصري شمس الدين النور صادر عن وزارة الاتصالات ومع شركة ليبان بوست من بعد طول مطالبة من فعاليات جنوبية، ورح يوزع بمكاتب لبنان ابتداء من صباح اليوم. فإذا 50,000 طابع تذكاري من فئة 250 ليرة و750 مغلف من إصدار اليوم الأول رح بتكون بالتداول لمدة 6 أشهر، على أنه ترجع تنسحب من بعدها هالكمية لا تستخدم بالمعاملات البريدية. عطيتني بريق ومليان مشعشع مثل الزيني، قلت لها ماري عطشان وما في من يسيني. عطيتني بريق ومليان مشعشع مثل الزيني، من ميا دول حليانين اللي فيهم ناس بتظنين، من ميا دول حليانين اللي فيهم ناس بتظنين. شربت 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 حي كانوا يكفوني وعدوني عدوني وعينيها سحروني، يا ام الفستان الزهر مخبيكي بعيوني. كانت عم تغزل عالباب وتضيع الصبيعة، ضل القمر نتفي وغاب عهاك تضيع. كانت عم تغزل عالباب وتضيع الصبيعة. اتنيناتن الطابع البريدي والمغلف من تصميم رئيس جمعية بيت المصور بلبنان الإعلامي كامل جابر. فإذا أصبح لصاحب الحنجرة الذهبية طابع بريدي باسمه، مثله مثل كبار الفنانين مثل فيروز، طبعا محفظ الألقاب، وديع الصافي، صباح، زكي نصيف، حسن علاء الدين، نبيه أبو الحسن، كاركلا وغيرهم. وتأختم بقول أنه رح بيتم إطلاق مغلف خاص وبطاقة ماكسي كارد رح يحملوا الطابع مع ختم خاص لصورة نصري شمس الدين، وتاريخ إصدار الطابع نهار السبت 18 تشرين الثاني بمركز كامل جابر بالنبطية، ضمن احتفال رح يضمن مجموعة من الأنشطة الفنية طبعا نبقى منعلن عنها لاحقا. ونروح لقاضي الهوى عالحب مشكيل. بويا 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 شغلي ومنا شغلي، بويا 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 اجي وفيها غلي. عدوا صاص عدوا باع، بويا بويا بويا، بويا 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 شغلي ومنا شغلي، بويا 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 اجي وفيها غلي. عدوا صاص عدوا باع، بويا 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 رسبالة شوية لون وصندوق او فرشاي، صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي. رسمالة شوية لون وصندوق او فرشاي، صوتي داير هون وهون. بأخبار فنية وثقافية أخرى وتحت عنوان Live Your Dream، بتنظم جامعة الأيوبي أمسية فنية رح تجمع الفنانة حنين مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين نهار الجمعة 3 تشرين الثاني بالأسامبلي هول بالأيوبي.
ننتقل إلى عروض الأفلام مثل كل نهار تاني الأنديو مع مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بتدعي لحضور عرض فيلم جديد وهل تنان الفيلم هو الفيلم الشهير جيلدا اللي تم إنتاجه عام 1946 للمخرج شارل فيدور والموعد التنان 23 شهر 7 المساء بجامعة الأنديو ذوق مصبح. What did you say to him? I just told him if a man answers, hang up. Didn't hear about me, Gabe. If I'd been a ranch, they would have named me the Bar Nothing. There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph, starring Rita Hayworth with Glenn Ford. That's what I told Val, and that's what you're going to tell him. Making me deceive my husband. I got some news for you, Gilda. He didn't just... أمسي فنية رح بيعود راي على جمعية درب السما للأب مجدي علاوي رح يجتمعوا فيها الفنانين زين العمر وألين لحود ب 11 تشرين الثاني 9 المساء على مسرح كازينو لبنان صالة السفراء وبنسمع من زين العمر. إطار الموسيقال دو بعبدات أمسية فنية مع باراديزو موسيقال رح يعزفوا خلالها لكبار الموسيقيين العالميين مثل كوريلي فيفالدي وغيرهم والموعد ب 27 شهر 7:30 بعد الظهر بكنيسة سانت أنطوان دو بادو ببعبدات. بلفتة إنسانية بتدعي حركة فرسان العذراء بالبترون للمشاركة بنشاط بيهدف لمساعدة الناس المحتاجة كبار صغار شباب وصبايا كلكم مدعوين لتكتشفوا معنى العطاء أكل تياب ألعاب وغيرها إذا كنتوا مش بحاجة لها في أشخاص أكيد رح تقدر تستفيد منها. الموعد السبت 12 تشرين الثاني بساحة كاتدرائية مرقس صفين بالبترون. وين رايحة؟ رايحة أخذي هالكم غرض بعضهم منيح في كتير ناس بحاجة لهم. شوبالو لعبتي المفضلة من أنا وصغير بعدها حلوة بليز اهتمي لي فيها. يا الله كان بدي أشوف الفيديو على الآخر فينا نخليه بليز مرسي. زغروا علي بعضهم منيح خلي غيري يستفيد منه. لقونا ب 12 تشرين الثاني هون بساحة مرقس صفين، الفرسان عاملين حملة كثير حلوة، اللي بيفضل عنكم بالبيت، كل شيء مش عايزينه، في ناس عايزته، أكيد عايزته وأساسي بحياتها، بتمنى منكم تلاقونا هون، حملة كثير حلوة رح نكون كلنا سوا، بدنا نفرح سوا. بنرجع للأجواء الموسيقية والفنية، نيمة شلهوب بتطلق عملها الجديد يلي بيحمل عنوان بوردرلاندز، خلال أمسية فنية رح تعزف خلالها الجديد ب 24 تشرين الأول 9 المساء بمسرح مترو المدينة. هيك بنكون ختمنا جولتنا الفنية والثقافية رح نرجع لعن جوال نعرف أكثر عن أحوال الطرقات. معنا المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. ألو خير. صباح الخير. ألو كيفك؟ ماشي الحال. منيح؟ ماشي الحال. يعني اليوم مبين كتير عجقة على الطرقات من كتير بكير اليوم بلشة. لا مقبولة أحسن من امبارح. اليوم أنا علقت بعجقة اليوم الجمعة. هلا في محلات أكيد ضغطة، في محلات أحسن. نبلش من المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية
باتجاه الكولا، كمان الكولا عم تكمل حركة سير كثيفة باتجاه الوسط التجاري. أنا خط الأشرفية على الإشارات، حركة سير ناشطة على الإشارات اليوم من الحكمة، باتجاه برج الغزال كمان عم تكمل حركة سير ناشطة وصولا لبرج المر. برج المر عم تكون حركة سير كثيفة باتجاه شارع الحمراء. نعم. عندنا الخط البحري اليوم كتير مرتاح، ما عندنا أي ضغط سير من البيار البورش وصولا لعين مريسة، كمان حركة سير كتير طبيعية إلى طبيعية. عندنا كمان مدخل الشرقي حركة سير ناشطة اليوم من اليرزة باتجاه الصياد، من الصياد كمان اليوم مثل ما بين قدامنا عم تكمل حركة سير ناشطة وصولا لجسر أستاذ أمين لحود، عم تكون حركة سير آخر الجسر آخر أوتوستراد حركة سير كثيفة باتجاه الكارانتينا. أما على جسر العدلية حركة سير عم تكون كثيفة باتجاه الأشرفية. عنا بس على مسدس العدلية ولا العدلية باتجاه المتحف عم تكون حركة سير كثيفة. كورنيش المزرعة على البربير حركة سير ناشطة مثل ما بين عنا الإشارات. كمان عبد الناصر حركة سير اليوم ناشطة، ما عنا كتير ضغط سير. أوكي. مدخل الجنوبي اليوم كتير منيح حركة سير، مبلشة تقريبا من دبي هلأ، تقريبا بوج المول من دبي باتجاه أنتلياس. أنتلياس عم تكون حركة سير كثيفة أكيد الطريق البحرية. ما عم كذب. بس عادة عم بتكون على نهر الكلب، يعني اليوم كثير منيح. مظبوط. مثل العادة الطريق البحرية مسكرة. مظبوط أكيد. نهر الموت عم تكون حركة سير ناشطة. الكارانتينا كمان اليوم مقبولة حركة سير، يعني كثير منيح. سير ساحب ما في توقف. باتجاه شهر حلو، شهر حلو اليوم كثير منيح السير باتجاه الصيفي، كمان حركة السير منيحة. هذا أوكي. بالنسبة لحركة السير. أما الحوادث سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 8 حوادث، للأسف عنا 3 قتلى و5 جرحى. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلية بال 24 ساعة الماضية تسجل 1237 محضر. أوكي. أكيد الاتصال فينا بغرفة التحكم المروري على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر والفيسبوك. اوكي، يعطيك الف عافية، نتمنى لك نهار حلو. بريك جديد بحلقتنا ونرجع. صباح الخير. بعد 12 سنة من الغياب والهجرة القصرية، رجعت الموازنة ضيفة مكرمة بساحة النجمة، ولكن جلسات مناقشة مشروع الموازنة مناسبة للبحث بالأرقام والخطط ومستقبل البلد على الورقة والقلم. أما نواب الأمة بأكترية ساحة، بدل ما يستقبلوا الموازنة بالطن والرنة ويغوصوا بالمشاريع والخطط، وجدوا بالمناسبة والنقل المباشر محطة للتنافس الانتخابي بموسم حان وقت قطافه. إذا كانت الموازنة هي طريق العبور إلى انتظام مالية الدولة، فذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن بالأمس بتعيدنا إلى الثوابت الوطنية. بين الأمن المالي والسياسي والعسكري لا شرعية خارج إطار الدولة. لنرتاح من زحمة السياسة وضجيج التصريحات والأرقام، ما بيحلى فنجان القهوة إلا بشارع الحمراء. ومثل العادة ما بيكمل المشوار من أول طريق لآخره برفقك دليل سياحي ما عنده إلا عبارة واحدة: بويا يا أستاذ. والأطفال المرميين بشوارع المدينة هدفهم 500 ليرة مهما كان الثمن. من الحمراء إلى البربير والكولا المشهد نفسه، ظاهرة المتسولين أو الشحادين بشوارع المدينة آفة كبيرة اجتماعيا وسياحيا. فمع الأزمات زاد التسول واختلفت الأساليب، تنوعت جنسية المتسولين، ولكن بتبقى الحاجة هي الجامع المشترك. وشحدين يا بلدنا. تقرير لزميلتنا بشرى عبيد. شو فيك تساعدينا؟ أنا مكسورة، شو بدك تساعدينا؟
مكسوره من هون لهون مركبه ورق. شو بدك تساعديني؟ قلي لي. طب شو عم تعملي هون؟ عم بقعد حدا بيعطيني شي 1000 ليره مشان ادفع جار الاوضه. هي هي شو بدي اعمل يعني؟ وين بدي اروح؟ نام برا؟ ما حدا بينيمنا. اطلع بالنهار شي 20,000. شو بتعمل فيهم؟ والله ابعث لاخواتي ولامي. انا بحاجه ما بشحال. نشتغل من عرج، بدنا ننطر الرزق لتجي لعنا احسن ما نشحال. في شحاد من عرمون بصف الرانج تاعه بعرمون وبينزل على بيروت، بغير ثيابه وبينزل على بيروت. هيدا على فتره سنتين المنطقه كلها كانت تعطي، حتى انا كنا نعطي. هيدا كان يجمع ملايين وملايين، بناته على سهر وعنده شقه وبناته عندهم سيارات. شحات حرامي جبان والحرامي شحات وقح. نيناتنا بناخذ نجياب الناس. انا بمد ايدي وباخد وانت بتمد ايدك وبتاخد. بس ما تنسى يا اخ الحرامي بياخد من جياب الناس بالقوه يعني بطوله، والشحات بياخد من جياب الناس بالاقناع يعني سياسي. بين الاحتيال والسرقه والمسكنه منهم مين بيظهر بمظهر لائق ما بيوحي بالتسول، ومنهم مين بتحمل اطفالها الصغار لتكسب عطف الناس، بيفترشوا الارصفه او تحت الجسور او بين الاحياء السكنيه، ما بتكاد توقف بزحمه السير او عند اي اشاره مرور بشوارع العاصمه الا وبيظهر امامك باعي العلكه او الورود ولكل فرد منهم قصته. قدمت على شي شغل ورفضوك؟ ليه بدك تشحن؟ شو بدي اشتغل؟ لا بقري لا بكتب. شو بدي اقدم لها اشتغل يعني؟ قولي لي. مر مثل حكينا مظن شو بيدي بيطلع انا؟ اي محل بيشغلني؟ قولي لي. اذا انت محتاجه في كثير ناس قاعده ببيوتها ومحتاجين وما بيطلعوا لبرا. يعني كرامتك ما بتسمح لك تمدي ايدك للعالم، بتشتغلي عفوا بكلمتي بالتراب وبتمدي ايدك للعالم. الوضع بالبلد كله سيء، نحن ما قادرين نلاقي شغل، طب اللي ما عنده خبره اللي ما انه دارس اللي ما انه متعلم، كيف بده يلاقي شغل؟ يعني لانه قادرين يشتغلوا وعم بيمدوا ايدهم، عشان هيك انه لانه ما قشبن شيء هون. يعني ما في شحاد بيطلب مني، ومع انه انا ما بيكون معي يمكن غير ال 500 ليره اللي بجيتي بعطي اياها، لانه شو بقول؟ انا بعد شويه الله بيرزقني بشغلي نقرب ضربة بهيدي طلية. والله ما بيهرجوا في قلبي تجاههم ولا تجاه أي إنسان بيقعد بالشارع. بيشفقني قلبي على ناس معطرة ببيوتها، في ناس معطرة هولي ما بيبقى هولي شغلتهم وعملتهم. ما أجري ولادها، ست ولادي ما أجريتهم تاخد 500 دولار على الولد. لوين وصلنا بالشحادين؟ لما بشوف وحدة صبية لا قادرة تروح تشتغل وتدخل مصروف لبيتها، ايه هيدي ما بتعاطف معها. عشاب الشوارع على بنص الطريق، وولاد الشوارع فلتانين على الطريق. يوم شفت رامي سكن لي احلامي، صغير يحل يا مامي عم تكبر على الطريق. أصبحت شوارع لبنان محاصرة تماما بالمتسولين، خصوصا بعد الأزمة السورية، بدون حسيب ولا رقيب، وبظل الغياب التام للدولة اللبنانية عن هالموضوع، ليكون المواطن أمام واقع مفروض عليه، إما التعاطف أو الرضوخ. أول شيء هيدي آفة من آفات المجتمع يعني، ولازم إيجاد حل لها. يعني هالناس الموجودة على الطرقات ما بعرف قد ايه عن جد مدى حاجتها يعني. بمرق أسبوع ما ببيع بمحلي، هن يوميتهم 100,000. هولي تجارة. لأنه أنا حسب اللي شفتهم أنه تجارة عاملينا بيتنقلوا وبيتخانقوا، أنت قعد هون أنت قعد هون. هاي هدول الشحادين اللي قاعدين تحت كل يوم بيصرفوا 40,000 20,000 50,000. اللبنانية مفروض الشؤون هن يهتموا فيهم ويحطوهم بأماكن يأمنوا لهم عمل. قالوا في عدالة والمجتمع نايم، العالم ما بيبالي عن الحكي صايم، عم يصرخ السؤال شو ذنبن هالأطفال؟ بكره بيصيروا رجال وبتكتر الجرايم. أولاد الشوارع ليش كلن مسلولين؟ مستقبلن ضايع تحت السماء نايمين. منتابع مع فقرة شبه ثابتة كلمة اليوم، من خلالها دايما نتعرف على شخص جديد التقت فيه الكاميرا وكلمة جديدة. من بعدها بريك ومنرجع.
شيء اهلا وسهلا فيك. انا قاعد انا والله مربيهم هيك لانه بيلبقوا لي، ما عم بتشبه بحدا، انا بحالي مبسوط فيهم، انا بمشطهم ما بخلي حدا يزعرهم، تيابي انا بلبسهم ايه على راسي كمان. ها دائما ولو دائما الله يخليك يا رب، هذا من لطفك. انت مزوقة والله، حبيت كتير، ومن كتر ما حبيت البنات جوزت اثنين. نعم، ما كانوا يحبوني هن وانا كنت حبهم، وبعدني لله حب الجنس الحلو غيره. اي والله اي والله، يا ريت يلا وبصح لي بتجوز يعني اللي قادر، بس المادية هي اللي بتمنع شوي. يا اختي الجمال كل العالم بتحبه، الله بيحب الجمال، نفسي قطيعة. يعني اذا بيحكوا معي منيح بغازلهم، مثلا بقول لها انا بحبك، انا مثلا هيك شو عندي ميزة عبطها بوسها هيك، لا ما بغني لانه صوتي ما حلو وغيره. حبيتها راحت مني، ما تجوزتها، اسمها ايام، ايام بعدني بحبها بس ما عم شوفها، وانا بحبك يا ايام وبحبك الي كمان. لا خلص، لانه مرتي اذا هلا دريت تخرب الدنيا وغيره. لا بالاول ايه وظهرها كانت وحبها وكل شيء، ما بتبع اخبارها لانه مشان جوزها عيب يعني. ايه بحبها بعد، احمد حمصي كنت هدي اللي مثلا هي بتحبه، ثياب تنوره فستان شيء، ورده ما هديها ورده لانه هي ما بتحب الورد. تحبني الي انا ورده، انا حلو اللي مني مغرور بحلو. هلا انت بعدك عم تقولي لي عيونك حلوين، وايضا يا ريت. كنت برجع بتجوز لو عزيبي، كنت برجع بتجوز. هلا ما بقى بقدر بقى، هلا عندي اثنين شو بدي اعمل فيهم؟ اربعه حلال يعني، وحده اسمها زينب، وحده اسمها نفيسه، وحده بقول لها زيزي، وهذيك نفيسه ما بقول لها غيرها. نفوسه معقوله، نفوسه معقوله، ما بيعرفوا يعملوا ارجيله، انا بسويها لهم. لا قفت معلمهم يصيروا يشربوا ارجيله، اني صار معلوم كلفيه حق تنبك كمان. ايه معلوم العجمي غالي كثير. انا بحب النسوان وبموت على النسوان كمان، وكل ما بشوف وحده يعني بتغزل فيها بقول يا ريت هيدي مثلا بدل مرتي، لانه جيل اليوم احلى من جيل القديم. بقول يا ريت اخذت هيدي قبل ما اخذ مرتي. كلمه اليوم انا بحب النسوان كلهم. Up. We need change. How can you run and plot at the same time? Nobody's gonna get killed, I promise you. What's a war hero got to do? Get some lubrication around here. I know the drill. Smile, shake hands, and try not to call them. One day, my brother just rode a pig through here. Oh, that must have been messy. It was terribly messy. الاتحاد السوفيتي مطلع خمسينات القرن الماضي، موت ستالين المفاجئ أغرق الاتحاد السوفيتي بحالة من الهلع والفوضى. من هالحادثة التاريخية انطلق المخرج سكوتلندي أرماندو يانوتشي ليصنع فيلم نقدي ساخر بينتمي إلى فئة الكوميديا السوداء، وهو فيلم بعنوان The Death of Stalin أو موت ستالين. إذن بهالفيلم شكل الاتحاد السوفيتي السابق مسرح للأحداث، أما المحور الأساسي فهو الصراع المضطرب على السلطة بالكرملين لإيجاد مين رح يحل محل ستالين، وكل هالشي بإطار هزلي من البداية وحتى نهاية الفيلم، لكن بطابع عبثي يفوق كل يلي تعودنا عليه بالأعمال السابقة ليانوتشي. Was no problem. Ignore me. Stalin would have wanted the committee as one. All those in favor carried you unanimously. We need change. Well, let's see who can mobilize first. Oh, seems to be me. Sneaky little shit.
إذا صناع هالفيلم نسجوا أحداثه حول وقائع حقيقية تتعلق بما جرى فعلا للزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين بالعام 1953 لما أصيب بجلطة أدت إلى سقوطه أرضا وظل ممدد على الأرض لعدة ساعات لأنه طبعا حراسه كانوا يخافوا لدرجة تمنعهم من دخول غرفته. بعد هالحادثة رصد صناع هالفيلم وبسخرية كيف تصرف المقربين منه والمحيطين فيه تجاه حادثة وفاته وكيف بدأ وزراؤه المقربين يلي كانوا يرتشفوا بفعل كل نظرة من نظراته كيف بدأوا بصراع نحو كرسي الحكم. I took Germany. I think I can take a flesh lump in a waistcoat. No matter what happens, I will never let any harm come to you. I may as well just shoot myself like mother. Jesus Christ, did Coco Chanel take a shit on your head? No, he did not. Stalin will be loving this. I'll take it from here. Good luck, ladies. بهالفيلم بينزوج إذن لانوتشي بين ما يثير الرعب والضحك بنفس الوقت وساعدوا على هالمهمة الصعبة مجموعة من أهم الممثلين منهم جيفري تامبور، روبرت فريند، مايكل بايلن بالإضافة للممثل الأمريكي ستيفي بوشيمي يلي قام بدور الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يلي تمكن من الانتصار بالنهاية على الجماعة المؤيدة لستالين قبل جنازته الرسمية بأيام. Stalin destroyed the status quo and he rebuilt it. He was liberal. Radical. He was radical. All those in favor? Carried. You. Unanimously. The Death of Stalin مأخوذ عن رواية فرنسية هزلية مصورة بقلم فابيان نوري وتيري روبان. أرماندو يانوتشي يلي هو مخرج هالفيلم بقي بهالفيلم أمين للطابع الكرتوني للعمل وبما أنه هو كمان كتب السيناريو بالاشتراك مع الكوميدي البريطاني ديفيد شنايدر طبعا مثل ما قلت بقي أمين لهالفيلم والفيلم رح ينطلق اليوم بالتحديد 20 أكتوبر بدور العرض السينمائي العالمي. فكرت بلبنان، فكرت هالقد لحقنا نحكي عنه بسرعة. طيب مريم، الفيلم بيرتكز على واقع تاريخي وبيقدم نظرة كوميدية للنظام الاستبدادي حسب ما فهمنا يلي كان قائم بوقتها. صح. لأي مدى التزم الفيلم بالأحداث الواقعية اللي جرت بوقتها؟ يعني ما بعرف قد ايه الكوميديا بتضل تخلينا نستوعب انه هيدي ترو ستوري مثلا. نعم جوال، هي مثل ما قلت الكوميديا السوداء بتعالج القضايا والوقائع المريرة بأسلوب ساخر. صحيح الفيلم مش الهدف منه التماهي كليا مع الواقع، ولكن إن كان الرواية أو الفيلم احترموا الوقائع. الفيلم التزم التزام كلي بأحداث الرواية، ويلي عملته الرواية إنه مش بس نقلت بأمانة يلي حصل فعلا بداخل الكرملين من اضطرابات على أثر وفاة ستالين والصراع على مين رح يحكم من بعده، ولكن كمان نقلت شو كان عم بيصير بروسيا، القرارات كانت عم بتأثر بحياة الناس بحياة الأبرياء، وكيف تم تجهيز جنازة كبرى لستالين وحضرها ما يقارب 3 ملايين شخص من شتى أنحاء الاتحاد السوفيتي، وكيف تم إطلاق سراح مئات الآلاف من السجناء السياسيين من سجون ومعتقلات الاتحاد السوفيتي، وكيف بعد وفاة ستالين استطاع خروتشوف الانفراد بالسلطة وبقيادة الحزب الشيوعي السوفيتي. إذن إن كان الكتاب أو الفيلم احترموا كل هالوقائع ولكن غلفوها بقالب كوميدي. يعني الفيلم يلي بحب الأحداث التاريخية والأفلام التاريخية كمان رح يستفيد كتير. نعم. مريم، هل هالفيلم موجه بالتحديد لانتقاد رئيس معين، خاصة أنه اليوم مثل ما عم نلاحظ عم بتم استغلال أفلام هوليوود لا توجيه انتقاد يمكن غير مباشر لسياسة دونالد ترامب العشوائية؟ صح. هلا دونالد ترامب هو يلي هالك الناس كلها. يلي فينا نقول انه موت ستالين هو احد اكثر اعمال يانوتشي اقناعا
لدرجة بتشعر كأنه هالفيلم بينتقد كل الموجودين اليوم بمركز السلطة. رغم هالشي هالفيلم ما بيستهدف هالفيلم ما بيستهدف دونالد ترامب بالتحديد، وهو هذا فيلم صحيح بينتمي إلى فئة أعمال النقد السياسي، ولكن مثل ما قلت ما بيستهدف الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولا بيستهدف أي رئيس بعينه. ولكن هالفيلم هو بالحقيقة بشكل جزء من مشروع يانوتشي السينمائي يلي بينتقد فيه ما يدور من مناورات على الساحة السياسية العالمية، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إن كان عبر فيلمه In the Loop أو من خلال مسلسل فيب يلي شكل أحد أكثر أعمال النقاد أو أعمال النقد السياسي التلفزيوني اللاذعة. أرماندو يانوتشي إن كان بهالفيلم أو بأفلامه الأخرى ما بيوجه انتقاده لرئيس معين، إنما بيعبر من خلال هالأعمال عن أسوأ مخاوفه تجاه تصرفات وأقوال كل أساسي بعيدا عن الأضواء، وبغلف أخباره السيئة دائما برداء من الكوميديا الساخرة. يعني اللي بيعرف له ستيله بيعرف كتير منيح شو الرسائل اللي بده يوجهها من فيلمه. نعم. أوكي، رح نختم بمشهد مريم ومشوفك التلاتة. باي باي. Should you shut the fuck up before you get us both killed? Stalin's dead. He's dead. Stalin is dead! Oh my God. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, he's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. But no problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me. Stalin would have wanted the committee as one. All those in favor? Carried you unanimously. We need change. Well, it's who can mobilize first. Oh, seems to be me. Sneaky little shit. The race has started. We need to start putting together a plan. How can you run and plot at the same time? I have no idea what is going on. I'm the peacemaker and I'll fuck up anyone who gets in my way. رح نتابع حلقتنا. منرحب فيك بروفيسور أحمد إبراهيمي، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نحن في عنا كتير أسئلة، كتير أسئلة، بس قبل في تقرير. كتريون وعطيني وقت. منيح اللطش. بس قبل في تقرير رح ننتقل إلى أوتيل فينيسيا لنتابع المؤتمر السنوي 11 للجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم. هالمؤتمر يلي تميز السنة بمشاركة المرضى وأهلهم بحلقات تثقيفية وحوارية. تقرير ومن بعدها منحكي أكثر مع البروفيسور أحمد إبراهيم ومنضوي على أهمية هالموضوع. بدنا نقول شو همومهم، بدنا نقول شو مشاكل الدولة، بدنا نقول شو مشاكلنا نحن، بدنا نقول شو مشاكل المستشفيات. وأنا بتشرف إنه قدرت وقررنا لأول مرة أنه تروح على الجمعية بمؤتمرات تنفتح على الناس، مش تدلها جمعية فقط للأطباء وعلمية بس. نعمل محاضرات، المحاضرات كل يوم فينا نحضرها ببلاد برا، بس المشاكل تبع العالم بدنا نتحاور معهم، بدنا نفتح عليهم ينفتحوا علينا حتى نقدر نحسن الوضع، لأنه عندنا شوية مشاكل لازم نحسنها. بخروج لافت وجريء عن المؤتمرات والمحاضرات التقليدية، عقدت الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم مؤتمرها السنوي 11 بفندق فينيسيا ببيروت. مثل كل سنة جمع المؤتمر أهل الاختصاص وانصب الاهتمام بشكل أساسي على الأبحاث القائمة بمجال أمراض الدم بلبنان، ولكن الملفت والمهم هالسنة كان إشراك المرضى وأهلهم والإعلام والاختصاصيين بحلقات تثقيفية وحوارية. اليوم بالمرة الأولى بعد 11 سنة من مؤتمر جمعية أمراض الدم وسرطانات الدم بلبنان بيكون فيها الببليك أويرنس اللي نحن عاملينها، وضوينا وخلينا للمرضى ولأهلهم يحكوا عن معاناتهم، لأنه الأدوية مثل ما حكينا متوفرة، الأجهزة الطبية متوفرة، الأطباء والمختصين متوفرين. للأسف ما في جسر ناقص بيوصل بين المرضى والحصول على الدواء. هالمؤتمر
يلي أصبح إقليمي من سنوات، شارك فيه 34 طبيب من حول العالم، وأقيم ولأول مرة برعاية خاصة من الجمعية الأوروبية لأمراض الدم. كما شارك بالمؤتمر نقابات المختبرات والصيدلي والتمريض، حيث خصصت جلسات خاصة لها الاختصاصات. هالمؤتمرات مهمة كثير إن كانت بلبنان ولا برا لبنان، لأنه التنوع بالأفكار والتنوع بالخبرات وتبادل الخبرات بخلينا نوصل لبعضنا كلنا كأطباء أجدد الأبحاث اللي صارت والقصص اللي نحن أيام كمان بنختبرها بمرضانا. أهمية هاللقاءات أنه بتجمع الناس ببعضها يلي هن عندهم اختصاص بيشبه بعضه. أهمية هيدا اللقاء بتعطينا توعية، علم، معرفة، وبنقدر نشكل قوة ضغط كإعلاميين وكهيئات مجتمع مدني وكجمعيات مع الأطباء، لأنه الدولة تلتفت لهالموضوع. أمام كل التقدم يلي أحرزوا العلم بهالمجال، يجمع أصحاب الاختصاص والمرضى بأنه تبقى الإرادة العامل الأهم لقهر وتخطي المرض. كلمتها هي اللي بدي وصلها للناس، أنه ما يستسلموا وما يخافوا، وفي حياة بعد الكانسر، والحياة بتكون أحلى بعد الكانسر. وليكو أنا هر شعري وهلأ اكستنشن شوي، بس أنه في شعر شوي تجربة، يعني بدك تقولي 3 سنين تقريبا، وبعد عندي سنة لقدام، بعد تجربة 4 سنين فيك تقولي. أنا بقول لكل إنسان مريض، شو ما يكون عندك سبب خليك دايما قوي، عطي حالك دافع لقدام، حب الحياة، الحياة كتير حلوة، وما تخلي شي يوقف بطريقك. دكتور، عم نشوف أمل كتير حلو عند المرضى، ورح بلش من هون. نحن عم نحكي أكتر عن مرض خطير نوعا ما، بس بنفس الوقت صار في علاجات كتير مهمة، والدليل هالصبايا والشباب يلي صاروا أبطال. أودي أبطال أكيد. في علاجات متطورة كتير آخر 25-30 سنة، تطورت العلاجات. كان في العلاجات قايمة على الجراحة، الكيماوي، الأشعة، هيدي بالبدايات. هلا صار في علاجات اذكى. زرع نخاع العظم اللي هو زرع الخلايا الجذعيه اللي نقلناه على لبنان من 20 سنه وبلش مستشفى المقاصد بالمنطقه. وبعدين اكيد محلات ثانيه بلبنان. وبعدين اجت العلاجات الذكيه. يعني صار العلماء اكتشفوا شغلات بالخلايا فينا نشتغل عليها. اول شيء كنا نشتغل على هيكل السياره. نصلح شيء جزئي. ما كنا نعرف كيف الموتور تبع السيارة بالدقة، صرنا نفوت على كل نقطة بالسيارة. مزبوط. بس هالعلاجات الذكية هي، العلاجات الذكية بدها أول شيء خبرة، ثاني شيء أموال، ثالث شيء سياسة نقدر نحصل عليها لكل المرضى. كيف يعني سياسة؟ يعني سياسة صحية متجانسة لكل العالم، مثل أوروبا وأمريكا الدول المتحضرة. نحن دولة عندنا مقدرات، مزبوط انه عندنا مشاكل، ولكن لازم يكون في مثل نوع من المجلس الاعلى للطب، مثل المجلس الاعلى للدفاع، المجلس الاعلى للشورى، انه تعمل سياسه طبيه للبلد، انه اولاد البلد يتحكموا بيطببوا بادويه متطوره بدون ما يتكلفوا. يكون في سياسه طبيه متجانسه حتى الغني والفقير، للادويه الغاليه والمتطوره والذكيه واللي بتفيد انه تستعمل لكل العالم. طيب دكتور، خلينا ندور على الاهم احسن ما يسبقنا الوقت. لما نقول صار في علاجات ذكيه، قديش نسبه نجاحها والفرق بينها وبين العلاجات الباقيه؟ العلاجات في بعض علاجات كلاسيكيه اكيد بنبلش فيها، بس العلاجات بنبلش فيهم وقت بنبلش بالعلاجات الذكيه. العلاجات الذكيه ممكن تفيد محل ما العلاجات الكلاسيكيه ما فادت باكثر من 60-70% بعض الحالات. بناخذ مثلا الابيضاض المزمن النقوي اللي هو كرونيك مايلوجينس ليكيميا، قبل كنا نعمل له زرع نقي العظم لكل المرضى، كل الحالات، كل الحالات نعمل هالعلاج. وزرع نقي العظم عمليه صعبه ومميته اوقات ومكلفه ومش كتير ناجحه، بتنجح بس مش بكل الحالات، مش بكل الحالات، حسب عمر الانسان، حسب المرض، حسب المضاعفات. الناحيه الثانيه
من ناحيه التطور شو؟ انه نعرف الجين الغلط، البروتين الغلط، وصار في علاج ذكي بوقف هل المكنة الغلط، هل الجين الغلط، هل الكروموزوم الشغل الغلط بالكروموزومات على الجينات، وبيخلي الخليه المنيحه تصير خليه منيحه. هذه ادويه بسموها ثايروزين كاينيز انهبيترز، وصارت بتعطي 92 ل 97% الانسان بعيش، ونسبه شفاء فوق ال 85-80%. دكتور الحلو بحبوب، بس حق الحبوب مصاري، وهذه الحبوب بعدها ارخص من غيرها من حبوب من ادويه ذكيه اغلى. بدها سياسه وبدها بروتوكولات متجانسه للبلد ومصاري حتى العالم كلها توصل لها الحبوب. اوكي دكتور، يعني حكيت جوال عن الايجابيه اللي شفناها بالمؤتمر، وكمان بدي احكي عن شيء ثاني واللي هو اللي حضرتك بلشت فيه بالروبورتاج، اللي اهميه هذا المؤتمر، خصوصا انكم شاركتوا الاهل والعائله، عائله المريض اللي كلها كمان بتصير مريضه، العائله كلها. اهميه هذا المؤتمر ثلاث نقط. أوكي. انه اجوا علماء من الاغتراب من برا لبنانيه، واكيد اجانب، وضووا على ابحاثهم وضووا على شغلات مهمه وهن اشتغلوا فيها وكانوا اعلين فيها. الأهمية الثانية إنه اجتمعوا النيرسات واجتمعوا الصيادلة صف واحد ضد هالمرض، لأنه الحكيم ما معقول يكون لحاله النيرس لحاله والصيادلة لحاله، كله متكاتف. والأهمية الثالثة إنه ضوينا على بعض الأبحاث لبنان، وهذه الأهمية البارتيكولر لأول مرة عم ظهرنا على الناس مشاكل الناس، حتى ما نضلنا نقول نحن الأول ونحن ما عندنا مشاكل ونحن منيح ومؤتمر طبي 100% ومؤتمر طبي وحفظنا الدرس وبعدين نسينا الدرس. لا، هذا المؤتمر خطوة من خطوة الجمعية، من خطوات للجمعية، لحتى ننطلق منه لنشوف شو فينا نعمل شغلات عملانية مع العالم مع الدولة، ونروح على المناطق لحتى كمان نثقف بالمناطق، ولحتى كمان بنفس الوقت نقدر نشوف نقدر نعمل وعم نعملها جايد لاينز، خطط علاجية متجانسه متوافقه مع الدوله مع وضع لبنان عفوا متوافقه مع وضع لبنان الاقتصادي ومع التطور الطبي بالعالم. هيدي هن نقط المؤتمر، هيدي الاوبجكتيف تبع المؤتمر. دكتور قديش مهم انه المرضى واهلهم يشاركوا بهيك مؤتمرات، يعني هيدي خطوه كثير جديده. والله هي القصه مثل فريق فوتبول او باسكتبول، حارس المرمى ما بيكون لحاله، واللاعب ما بيكون لحاله، والهداف ما بيكون لحاله، كله جروب. حتى كنت تلعب في الجروب قبل؟ لا بس انه بطلع عليهم، بس الجروب مهم انه نحن حكمه، في عندنا نيرسات، في عندنا صيادله، في عندنا مستشفيات، وفي عندنا مريض. الكي بلاير هن المريض، اذا المريض منه مريض الحكيم قاعد. الصيادله بده يجي المريض لعنده لانه عنده مرض، يعني لازم يكون في تعاون وتواصل بين المريض وبين الحكيم وبين كل الاكيبات اللي بتهتم بعلاج المرضى وبتشخيص بتشخيص المرض، لحتى تكون القصص شبه متكامله، حتى يكونوا كلهم مرتاحين، وحتى كل واحد حتى المريض يوصل له حقه. اوكي، حكيت عن دور الصيادله كمان، ما بعرف قد ايه بيكون دوره المباشر من هالعمليه بالسيرفيسات الكبار بلبنان وبالعالم. خدنا نسخنا على العالم انه صار الصيدلي ما قاعد لحاله بالصيدلي، والحكيم قاعد لحاله او النيرسات بالسيرفيس تبعها بالديبارتمنت. ما هي النيرس بيكون عنده، صار في تواصل بين اثنين، صار في تواصل وصار في تناغم وشغل مشترك لتنظيم الدواء وتنظيم اعطاء الدواء وشوف اذا بضر الدواء ولا بفيده، المتابعه لما بنعطي هالدواء، لانه الادويه اللي عم نلعب فيها اللي عم نعطيها منا لعبه، هيدي ادويه خطره، يعني حتى لو حبه دواء منا حبه البنادول، هو البنادول اوقات بضر، هيدي ادويه ذكيه، ادويه كيماويه شعاعيه، ممكن تاثر تروح مريض، ممكن يعني كله هذا بده يكون في تجانس وتواصل، وعم بيصير في تجانس وتواصل اكاديمي وعملي وعملاني كل يوم، وهذا شيء مهم. يعني ما عاد الواحد لازم يقعد بصحراء، منا صحراء، صارت القصه عمل مشترك، عمل مشترك جروب تيم ورك. دور الاهل شو؟ الاهل بيساعدوا المريض، عنا عيال موجودة حول المريض بتحاول تساعد المريض، بيساعدوا من الناحية النفسية، أوقات من الناحية العملانية المادية لازم نتواصل معهم، أوقات في صعوبات، أوقات في أقل صعوبات حسب قديش الأهل متقبلين الوضع، قديه بيتحملوا نفسيا، ولكن أكيد دور الأهل مهمة كصلة وصل بين الحكيم والمريض ومع المريض ومع الجهاز التمريض اللي حواليه واللي قيمين على علاج المريض. أوكي بشكل سريع، مهم وجود الأهل، بس أوقات يعني الأهل يعني لازم يكونوا محبطين، في تطور بالطب مزبوط، في حالات صعبة أوقات الأهل بيكونوا محبطين وبدنا نساعدهم، وكلنا أوقات محبطين وبدنا نتساعد، الأهل بيساعدوا كتير، وجود العائلات بمناطقنا بتساعد بالنسبة لبرا اللي بيبقى المريض أوقات متروك لحاله. بشكل سريع دكتور، بنعرف انه المرض اللي عم نحكي عنه هو من اخطر امراض الدم، اللي هو سرطان الدم،
كيف منطمن الأهل والمرضى هلأ اللي عم بيشوفونا؟ أنا عشت 30 سنة ومع ناس علموني نوبل برايس أو ميديسن أخذوا 30 سنة إلى 35 سنة كيف صار تطور الطب. نحن كنا انطلقنا من الصفر لبعض أمراض لنوصل ل 60-70% نسبة شفاء، يعني هيدا على مدار السنين، بس ما منتظرين انه نقول 100%، ما في شيء 100%، ما في شيء 100% بالطب. وفي اوقات بنبقى منتظرين 70-80% بيطلع لنا 30-40% لانه بيطلع لنا عوائق. هيدي مثل الطيران، تطور كثير الطيران باخر 20-30 سنه، بس بتطلع بالطياره ما بتعرف شو بيصير. بتعرف شو بيصير؟ الطيار جي بيقول لك لنوصل اربط الحزام اوقات لانه في مطبات هوائيه، بس ما كل الطيارات بتقشط. اوكي، بس الحلو انه في يعني في امل هلا من حكيك من الدراسات من قدام تقدم شفناها بالتقرير انه انا هر شعري بس ليكو قديش انه رجعت طبيعي، يعني هيدي حتى اكستنشن هيك مرتاحه كثير عن جد، ما فقدت ان شاء الله كل الناس ما فقدت حبها بالحياه، وهيدي مهمه. هلا في صعوبات، مرضى بيموتوا، بس نحن كرمال هل الانسان يعيش، كرمال دمعته تخف، كرمال يكون يشفى، نحن عم نجاهد مثل ما بيقولوا، عم نناضل مع كل مع 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 مع, مع كل هالجسم الطبي والتمريضي والصيادل والمرضى وعائلاتهم حتى نقدر نوصل لهالبسمه، بسمه الامل، ان نحافظ على بسمه الامل ونوصل لاكثر واكثر نتائج. دكتور واضح قد ايه انت بهمك الاهل كمان مش بس المريض. أنا بحكي معهم دائما وبنعرف من كاع عنا، بس يعني بنعرف قد ايه في انسانيه بتعطيك، كيف ده دايما فيك تكون قوي. خليني اقول لك الطب شو هو. الطب هو شغله بروفيشنال، في لنا نقابه، بس شغله انسانيه كمان، لا بيور انسانيه ولا بيور بروفيشنال، بدهم ينجمعوا مع بعضهم. اوقات اذا زدتيها كثير بتاثر على الحكيم، اوقات بتاثر على المريض. يو هاف تو، بدك تعملي شيء كنترول اكيليبر، بس ما بدك تفقدي دائما اتصالك، مثل المركبة الفضائية ما بتتصل اتصالك بالأرض، المركبة الفضائية بتدور وبتشوف هالعالم كله وبتعمل اكسبلوريشن وبتجيب نتائج وبتفتح على العالم كله وعلى الكون. دكتور أحمد إبراهيم، بروفيسور أحمد إبراهيم، نحن مش كنت دورك معنا، لا لأنك تستاهل، يعطيكم ألف عافية، بكفي هالأمل اللي عم بياخدوه. كلنا تلاميذ. أوكي، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم، أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. أنا انبسطت معكم، ثانك يو فيري ماتش. أهلا وسهلا، بريك ونرجع. من الأمراض الخبيثة لعلم تاني ولفن تاني وهو الموسيقى، رح نحكي أكثر مع ناصر مخول، باحث بعلم الآلات الموسيقية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. نحن اليوم رح نحكي عن كتاب المهى اليدوية والصناعات الشعبية اللبنانية عبر العصور. نعم. يلي صدر مبارح من جامعة الـUST. نعم. ومنه كمان انطلقت لمجسم، خبرنا بتفاصيل الموضوع. هذا أول كتاب بينعمل بيظهر التقاليد اللبنانية وصناعات اليدوية بالضيعة، وخصوصا بداية جون طلعت منها من التقاليد الحقيقية. هالكتاب أخذ ضجة حقيقة، وبعد نحن بدنا نعمل له إصدار طبعا. هذا الكتاب بده ينعمل له إصدار، أو بالأحرى توقيع، بديسمبر إن الله راد، بكانون الأول، باحتفال كتير مهم. بس حبيت أنا انطلاقة للعمل الإبداعي اللي عملته هو مجسم حازز حيث الفكر، حبيت انطلق من صفحات هالكتاب لغلف القيم الموجودة بهالمجسم اللي هو حقيقة تحفة نادرة صارت بالعالم. كيف أستاذ ناصر ليش هيدا الكتاب وحالك بالمجسم وهلأ منشوف صور المجسم؟ رح قلك ليه، لأنه إذا أنا بدي أحكي عن هالكتاب وعن كتاب غيره، أما عن إنجاز معين، عن فيلسوف، أما عن شاعر، أما عن أديب، تغلفت كتبه بغبرة المتاحف أو بالأحرى بغبرة المكتبات. هلأ أنا صار ممكن أنه هالمبدعين وخصوصا اللبنانية والعرب والأجانب عبر العصور، أنه بقدر أنا بأي نشاط ثقافي مميز، بمعارض ثقافية، معارض سياحية، معارض تثقيفية، بقدر حط هالتمثال هو اللي يستقبل العالم مع هالجمعات الموجودين في بقلب هالمجسم اللي هو 90 كتاب لأهم علماء وفلاسفة. اللي هو هيدا، اللي هو هيدا. وين موجود هلا هيدا المجسم؟ هيدا بمتحف، انا عندي معرض بعجلتون، متحف دائم للآلات الموسيقية، انما هيدا
دخل طحش مش ضيف على الآلات الموسيقية، هيدا اجى ليستمع من الآلات الموسيقية النغمة اللي يراد أن تستمع، وبالوقت ذاته أنه يشرف على كل شيء فيه إبداعات كتابة بالعالم ومؤسسات ثقافية بالعالم. أوكي، هيك عم نشوف صورة من فوق. نعم، لأنه قبل شوي شفنا المجسم. أنا إيه؟ أي كتب اخترت؟ قبل شيء، إذا الصورة الأولى المجسم كان هي يعني خليك وسام. إيه. عن عدة كتب. المجسم الأول هيدا هون الصورة أنا وياه. المجسم هو حارس الفكر، ثوث جارديان، حارس الفكر. شو معنات حارس الفكر؟ حامل بإيده، إذا بتشوف اليمين هو قلم الرصاص، القلم معنات شو؟ الرمح. بإيد الشمال مش مبين كتير هو الترس، كتاب العدل. هو كتاب العدل. الرمح هو ليقدم على الإبداع بالوقت ذاته، والترس هو تيرد ضربات الجهل. اوكي بس اي كتب اخترت؟ يعني اخترت من كتب عشان كتب بارزه. في كتب، كل الكتب هون موجوده هي من مؤلفين ومسرحيين وعالمين اوروبا من القرون الاساسيه حتى الكره الارضيه اللي واقف عليها اول رسم للكره الارضيه بالعالم. هلا هون اذا بدي اشرح عنه على السريع، هون واقف على صفحه هي الكره الارضيه، وبعدين على الشمال هني صور كل شيء فيه بهالكتب من مؤلفين ومؤرخين. بتشوفي الصدر، بتشوفي الايدين، الزنود هني الفرامنات القديمه اللي كانت الرسائل للقيم بالوقت ذاته. الكتاف هي كتابين، اهم كتابين بالعالم هو الامير وابن خلدون. نجي للرقبه وبنجي للراس. الراس كتير مهم انه نفسر عنه. راس هو محبرة من القرن الرابع عشر من المؤلفين والمسرحيين العالميين بالوقت ذاته. محبرة موجودة ولا حضرتك صنعتها؟ لا انا صنعتها. وبقلبها ريشتر الخط، وبالوقت ذاته اذا بتشوفي على الجوانب حفرت 80 حرف من اول الابجدية اليوم بالنحاس الاصفر. دكتور لحاله هيدا المجسم بده دراسة كتير مطولة. قدي بقيت عم تحضر له؟ حضرته 6 أشهر بس اخذ سنتين تنظيم معي، لانه بالصفحات الاولى في عم برسم، لانه انا رسام بالوقت ذاته ومخطط. اذا بتشوفي على الصورة هيدي، وهيدا التمثال او بالاحرى المجسم، فيني اقول تمثال، هيدا رح يرافقني على باريس، ورح يرافقني على اسبوع لبناني عالمي بالكويت مع وزاره الثقافه اللبنانيه وزاره الثقافه الكويتيه قريبا. يعني الكتب مش بس كتب لادباء وعلماء لبنانيين، لا لا لا, لا, لا علماء العالم. في على كل حال رح اترككم اياه، وبعدين في اخر شيء الاسم. تبي شوي الكتاب حفر، انا حافره بالخشب، هودي الكتب حفرهم بالخشب انا، وملونون مثل ما هو الكتاب بتاريخه بالوقت ذاته. كل كتاب بتشوفي انه مثلا ارسطو شو كتابه الاساسي الكبير الموجود، وبالوقت ذاته امتى عاش ارسطو، وين عطى ابداعاته الثقافيه والفكريه. الى هذا بروفيل، هذا بروفيل، نعم بروفيل، هيدا بروفيله. ايه هيدا يعني عامل رجيم الظاهر. ايه هيدا كملي عليه. هي حقيقه هيدا هو مثل متحف عمودي، هيدا متحف عمودي، لانه الكتب كانت تنبطح على المكتبات. هون بنعرف اكثر. أيوة الكتب يلي اخترتها الكتب الموجودة. بس خطوه كتير جديده انت ومختلفه جديدة كمان عملت فيها. وصلت لمرحله انه كان صعب علي كمل، بس قدرت لها حقيقه. اكيد دائما معودنا، لانه الخطوه الاولى هي بتفرجيك عزمه بالخطوه الاخيره. الخطوه الاولى يعني هلا شو محضر بعد؟ هلا مثل ما قلنا، هلا عم حضر شغله كبيره، سفر لبرا. واهم شيء انه هالكتاب هيدا نشرح عنه بعد شوي كمان اخذ دور. هودي الموضوعين الاساسيات اللي انا عايش فيهم هاليومين. اوكي هلا وين رح يروح هيدا المجسم؟ هيدا رح يروح على باريس. ايمتى وليش؟ رحتك بالصوره يعني. كان لنا حظ نقدر لبنان يكون هو برئاسه اليونسكو، وبشكر اللي ساعدني فيه صراحه. انه على كل حال رح يروح على باريس، كان رح يضل باليونسكو باريس. هلا مرأة صغيره لانه ما قلنا حظ باستلام اليونسكو بباريس. رح يروح على باريس، برجع على البحرين، وبرجع على الكويت مع وزاره الثقافه. بس رح يستقر وين؟ ممكن يستقر باليو اس تي. اوكي بلبنان يعني؟ بلبنان اكيد. ما لازم أكيد. أكيد. اوكي لازم أكيد. اخر رحلته يرجع على على بلده. أكيد. يعني أكيد. أوكي. أكيد. اوكي شو بتحب تختم استاذ ناصر؟ رح اخلص وقتنا. بدي اختم بس بهالكتاب اللي هو حقيقه موجه الدعوه طبعا باداره الجامعه انه يكون في توقيع له، طبعا يوزع مجانا، بس اخذ مني اجمل القيم التراثيه اللبنانيه بضيعتي بجون بالوقت ذاته. كل شيء في مهن
حتى الداية، حتى الكندرجي، البويجي، المعمرجي، كله كله، حتى الحرف الشعبية، حتى المخللات، حتى الكبيس، حتى العادات التقاليد، وأخذ سكسي لأنه تنظيمه لهالكتاب إذا بتوجهيه شوي. وبعدين بكل حرفة بكل صناعة مركب عليها المثل الشعبي الذي يتلائم معه. أعطينا شي مثل. طب الجرة عتمة بتطلع بنت كتير معروفة. لا عم نحكي على الفخار، نحن عم نحكي على الجرة. استاذ ناصر مخول، باحث بعلم الآلات الموسيقية، نحن بنشكر حضورك معنا، بنتمنى لك توفيق، مواضيعك دايما حلوة وجديدة وبترفع راس لبنان وين ما كان. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والختام مثل العادة مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. We're here in Beirut, Lebanon at Raouche, a really, really amazing rock formation with kind of two pillars out of the sea. Andy Lewis has rigged a 40-meter long high line, 40 meters high off the water, and we're going to attempt to walk it here in just a little bit. I'm really excited for this opportunity, even though high lining has always been kind of challenging for me. I'm just stoked to be here, stoked to be around a lot of awesome people, and really happy this project came through. من تنظيم شركة ريد بول وبرعاية وزارة السياحة اللبنانية كان عم يتم تنظيم حدث رياضي فريد، حيث قدم المغامر الأمريكي أليكس مايسن من الولايات المتحدة للعبور من صخرة الروش الكبيرة إلى الصخرة الصغيرة مشيا على حبل رفيع معلق 40 متر فوق سطح البحر، متحديا عوامل الطبيعة وقانون الجاذبية. ومن خلال إنجاز هذا بدأ وكأن الحبل تحول جسر عبور وتلاقي بين الصخرتين على رغم الظروف والعوامل والأجواء المحيطة بالموقع والمهمة. وقد اختار أليكس وهو ابن 20 سنة بيروت لتكون المكان اللي بيحقق فيه رقمه القياسي بأطول عبور له على الحبال 40 متر من أعلى مسافة. وقد حقق رياضي ريد بول هذا الإنجاز بمساعدة أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال الأمريكي أندي لويس، صاحب الشهرة والجوائز الدولية على صعيد الرياضات القصوى. Alex Mason and I have been friends for quite some time now, and I met him when he was just a wee lad, and kind of taught him some tricks on the slackline. The next time I saw him was competing in the World Cups of slacklining. Since then, Alex and I have like kind of grown up together. We've learned a lot of lessons. And we've become brothers. So every time we come out, we have a lot of fun, a lot of adventure. It's not just about the slacklining, it's not just about slack life, it's about capturing it and presenting it to the world in a positive way where people can understand not just that we slackline, but why we slackline. And that's why we're here. I got to step on the line a couple times, it feels really good. It's gonna be more of a psychological challenge for me at this point. The big obstacle for me on this project is going to be getting over my fear of exposure, if you will, which is kind of a combination of height and how you control the line. A really exposed line would be something where you look down and you go straight down and there's wind blowing and we've got waves and people driving by in boats and we're right next to a city, so we have jackhammers and construction noises. So just factoring all that in and kind of keeping a level head is going to be what this project's about for me. It's going to be a really kind of big moment of truth for me as I've been kind of putting in the work and getting over fear, but I haven't quite gotten across the line yet. So it's going to be a time frame that we have and I'm going to need to absolutely just step up and do it. وفي يوم تنفيذ هذه المهمة اللي بتتخطى متطلبات القدرات البشرية العادية وبعد دراسة سرعة الرياح والتحقق من متانة الحبل الممدود بين رأسي الصخرة الصغرى والكبرى، وقف مايسن وانطلق رويدا رويدا في اتجاه الجانب الآخر. وكان رياضي ريد بول يدرس كل خطوة ويتميل بعكس حركة الحبل تحت قدميه مستعينا بذراعيه لتحقيق توازن استثنائي في وتيرة تنفسية تدل إلى القدر العالي من التركيز الذي كان يليل المهمة. وتوالت خطوات أليكس حتى وصل إلى الجانب الآخر ووطأت قدميه أحد أبرز المعالم اللبنانية، وأصبح الشخص الوحيد الذي ينتقل بين صخرتي الروشة بهذه الطريقة الاستثنائية. وستسهم هذه المبادرة التي أطلقتها ونفذتها شركة ريد بول وتبنتها وزارة السياحة اللبنانية، ستسهم في الإضاءة عالميا على أحد أبرز المواقع في بيروت والترويج دوليا للسياحة في لبنان الغني بالمعالم الجغرافية المميزة. Ooh.